صباح الخير يا نهاوندو، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده طبعا من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا نهاوندو حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نقول لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وخلينا نبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم، طبعا تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. ويمكن النهارده طبعا الفريق بشكل طبيعي هيواصل تدريباته، التجمع هيكون الساعه 5 والتدريب هيكون الساعه 6 على ملعب مختار التتش استعدادا طبعا للمباراه بكره. ويمكن بعد التمرين الجهاز الفني طبعا واللعيبه بالكامل زي ما متعودين هيدخلوا في معسكر مغلق استعدادا للمباراه بكره واللي هتكون امام سموحه ضمن منافسات بطوله الدوري الممتاز لكره القدم، والمباراه هتقام في تمام الساعه 7 مساء على استاد المقاولين العرب. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. كمان بالنسبه لقطاع الناشئين في كره القدم وفريق 2003 تحت قياده كابتن احمد عبد الظاهر، امبارح كان عندهم مباراه قويه مع نادي بيراميدز وانتهت بفوز النادي الاهلي بخماسيه 5 أهداف مقابل لا شيء بالنسبه لفريق النادي الاهلي. ويمكن طبعا يعني مستقبل النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي في قطاع الناشئين 2003 يمكن اسلام عبد الله سجل 3 أهداف هاتريك في مباراه بيراميدز، وكمان سمير محمد سجل هدف ومحمد وائل سجل هدف. ده طبعا بالنسبه ل مباراة امبارح مباراة بيراميدز واللي كانت الجولة 13 من بطولة الجمهورية لكرة القدم. ده بالنسبة لكرة القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى وملوك الصالات وابتدي معاكم بكره اليد في النادي الاهلي. طبعا فريق كره اليد رجال تحت قياده مستر ديفيد ديفيز المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي، يمكن الفريق النهارده ايضا هيواصل تدريباته بشكل طبيعي الساعه 4. ويمكن يعني خليني اقول لكم ان جميع الفرق الرياضيه رجعت تاني تتمرن في صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي بعد التجديدات والتصليحات اللي كانت متواجده في الصاله. جميع الفرق رجعت تاني تتمرن على نفس الصاله داخل مقر النادي، والنهارده ان شاء الله الفريق عنده تدريب الساعة 4 عشان يستعد بكرة إن شاء الله للمباراة الأخيرة وآخر جولة في الدور الأول من بطولة الدوري العمومي لكرة اليد رجال. اخر مباراه بكره ان شاء الله هتكون امام نادي الزمالك وهتقام في تمام الساعه 8 مساء على صاله العاصمه الاداريه الجديده. ويمكن خليني اقول لك انا هوند اقول لك يا كريم طبعا انه الفريق من بعد مباراه الزمالك واخر مباراه زي ما قلت في الدور الاول من بطوله الدوري هيكون في توقف دولي بالنسبه لكره اليد مع منتخبنا الوطني ان شاء الله. من بعد يعني مباراه الزمالك هيتم الاعلان عن الاسماء اللي هتنضم لمعسكر المنتخب طبعا استعدادا لبطوله افريقيا واللي هتبتدي يوم 18 شهر يناير القادم. يمكن كمان يمكن الفتره اللي جايه جميع لاعيبه النادي الاهلي هتكون في المعسكر المنتخب، بس بعد كده هيرجعوا تاني للتدريبات مع فريق النادي الاهلي عشان هيبقى في سفر يوم 7 ديسمبر الشهر القادم ان شاء الله، وهيكون السفر للامارات استعدادا لمباراه السوبر المصري واللي هتقام في الامارات يوم 9 ديسمبر مع نادي الزمالك. طبعا بالنسبه لكره اليد ويمكن المباراه دي ان شاء الله هتقام على صاله الشيخ زايد بن سلطان النهيان، ده بالنسبه لمباراه نادي الزمالك. وبعد كده ان شاء الله تاني جميع اللاعبين هيرجعوا لمنتخبنا الوطني استعدادا لبطوله افريقيا والدور الثاني ان شاء الله بالنسبه لبطوله عفوا بطوله الدوري هتقام في شهر يناير او شهر فبراير القادم. ده بالنسبه لرجال كره اليد. كمان سيدات كره اليد حاليا في توقف دولي، وطبعا يعني خليني افكركم ان في 8 لاعبات من النادي الاهلي انضموا للمنتخب الوطني وهم امينه عاطف، فرح الشاذلي، امينه هشام، ليلى هيثم، رحمه محمد، منه الله السيد، رنا رادي، وروان سعيد. 8 لاعبات من النادي الاهلي انضموا لمنتخبنا الوطني، وان شاء الله التوقف ده هيكون لمده شهر، وبعد كده سيدات كره اليد هيرجعوا تاني للتدريبات الجماعيه عشان يستعدوا ويستأنفوا يعني باقي المباريات من الدور الثاني لبطوله الدوري العمومي لكرة اليد سيدات. كمان خليني اقول لكم يعني بالنسبه لكره السله وتحت قياده طبعا يعني مستر جاست ايبوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. بالنسبه للرجال يمكن اخذوا راحه لمده يومين من بعد مباراه الاتحاد السكندري، وحاليا يعني بيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي، وان شاء الله من المقرر ان الاسبوع اللي جاي يوم 6 ويوم 8 من شهر ديسمبر القادم هتكون ده موعد يعني لمباريات الدور النهائي من بطوله الدوري المرتبط لكره السله، وهتكون ان شاء الله امام نادي السموحه، وجميع المباريات دي هتقام على صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادس من اكتوبر. حاليا الفريق طبعا يعني الاسبوع ده هيكون فيه توقف ايضا دولي بالنسبه لمنتخبنا الوطني اللي هيكون فيه بطوله 3 على 3 بطوله افريقيا، ولكن طبعا يعني جميع اللاعبين هيكونوا منتظمين بشكل طبيعي مع الفريق، ما فيش حد يعني طبعا هينضم للمنتخب عشان بعد كده ان شاء الله النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا مع نادي سموحه زي ما قلت في الدور النهائي من البطوله. كمان سيدات كره السله كان عندهم راحه لمده اسبوع من التدريبات الجماعيه، وبكره ان شاء الله هيرجعوا يستأنفوا تدريباتهم مره اخرى عشان يستعدوا للبطوله القادمه ان شاء الله. يمكن
بعد بطوله السوبر كانوا في راحه سلبيه. ان شاء الله البطوله اللي جايه هتكون عندهم دور 16 من بطوله كاس مصر، ولكن لسه لم يتم التحديد يعني الموعد النهائي بالنسبه للبطوله، يمكن تقريبا ان شاء الله هتكون يوم 13 ديسمبر الشهر القادم. كمان النهارده يعني ملكات او يعني فتيات الذهب لكره الطايره النهارده ان شاء الله عندهم مباراه قوية جدا ومهمة طبعا ضمن منافسات بطولة الدوري، هتكون مع نادي الصيد في تمام الساعة 8 مساء على صالة الشهداء داخل مقر النادي. وكمان النهارده ان شاء الله فريق كرة الطايرة الماسترز النهارده عندهم ايضا تمرين الساعة 2، وعندهم مباراة بكرة مهمة مع نادي الشمس وايضا ضمن منافسات بطولة الدوري العام لكرة الطايرة، وهتقام في تمام الساعة 6 مساء على صالة الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. يمكن دي انا هوندي يعني وكريم طبعا كانت كل الامور يعني خاصة بجميع الفرق الرياضية المختلفة داخل النادي الأهلي، وطبعا يعني المنافسات والماتشات وجميع يعني الأحوال طبعا بالنسبة لجميع الفرق، وأيضا الفريق الأول لكرة القدم بالتوفيق طبعا ليهم إن شاء الله بكرة في مباراة سموحة، طبعا يعني مباراة مهمة بالنسبة لفريق كرة القدم. طبعا أنا معاكم لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. طبعا الكلمة ليك أنا هون، تفضلي. والله تغطية كالعادة رائعة منك يا سالة، بنشكرك جدا جدا عليها، شكرا ليكي.